باسم كل قيمة إنسانية برحب بيكم في قناتكم نسيم ترون وحلقة جديدة من خد أقول لك. النهاردة هكلمكم عن الانفجار العظيم من وجهة نظر نظرية بحتة. هنتكلم عن الأفكار المغلوطة وهنسأل سؤال مهم: لماذا لم ينفجر الانفجار العظيم؟ فيلا بينا نجيب الورقة والقلم ونبتدي رحلتنا. أهلا بيكم مرة تانية. الفيزياء الحديثة بتهتم بشكل كبير جدا بمعرفتنا عن الكون، وبالخصوص تحت الظروف اللي صعب نعرفها زي الشروط الأولية اللي بدأ بها الكون مثلا. لقيت إن معظم الناس من خلال الأسئلة اللي بتيجي سواء على القناة أو على السوشيال ميديا عندها خلط كبير جدا في المفاهيم عن الانفجار العظيم وإيه هو الانفجار العظيم. فهناقش معاكم بعض المفاهيم المغلوطة دي وهنشرح بشكل مبسط ايه هو الانفجار العظيم. اول المفاهيم المغلوطة ان الكون بدأ من انفجار كبير، انفجار ناري لنقطة كانت بتحتوي كل المادة بتاعت الكون بشكل كامل. للأسف المفهوم ده غير صحيح. ما كانش فيه انفجار، ما كانش فيه كرة لهب تناثرت اجزائها في المكان. لو ده كان حصل كنا قدرنا نشوف ان مثلا بالنسبة للمجرات، المجرات الأقرب لمركز الانفجار بتتحرك بسرعة مختلفة عن المجرات الأبعد من مركز الانفجار. فمثلا في المثال الموجود على الشاشة، لو افترضنا ان احنا عندنا الأرض في المنتصف وعندنا مجرة أقرب إلى مركز الانفجار ومجرة أبعد من مركز الانفجار، لو بنيجي نقيسهم الاتنين، نقيس سرعة حركتهم الاتنين بالنسبة لنا احنا في المنتصف، سرعة هتكون مختلفة بين المجرة اللي أمامنا والمجرة اللي خلفنا. ولكن اللي بنشوفه في الكون بتاعنا إن إحنا لما بنرصد المجرات وسرعة ابتعادها عننا بنلاقيها متماثلة في جميع الأنحاء. فالرصد ده بيهدم فكرة انفجار كرة اللهب بالنسبة للانفجار العظيم. تاني مفهوم مغلوط هو إن الأرض هي مركز الانفجار ومركز الكون. الكلام ده فيه شيء من الصحة لكن مش صحيح بالكامل، بمعنى إن أي نقطة في الكون المنظور بتاعنا تصلح أن تكون مركزاً للكون المنظور. هنشرح ده بالتفصيل في النقاط الجاية. تالت نقطة مغلوطة أو تالت مفهوم مغلوط هو إن الانفجار العظيم بيفسر بدقة وتحديد لحظة تكون الكون، لحظة البداية. ده غير صحيح، لأن الانفجار العظيم ما بيتكلمش بأي حال من الأحوال عن لحظة البداية، وأكيد كمان ما بيوصفش اللحظة اللي قبل البداية دي. هنشرح ده أكتر برضو في النقاط الجاية. رابع المفاهيم المغلوطة هو إن قبل بداية الكون كان الكون كله موجود في نقطة بحجم زيرو وكثافة لا نهائية بنسميها المتفردة أو السنجولاريتي. برضو ده كمان مفهوم مغلوط، لأن السنجولاريتي أو المتفردة بالنسبة للعلماء هي ما بتتخدش بشكل حرفي، هو مش مفهوم بشكل حرفي، هو ببساطة إن احنا بنوصل النسبية العامة إلى المنطقة اللي ما بتشتغلش فيها. النسبية العامة بيتم كسرها في المنطقة دي، فبالتالي ما نقدرش نقول إن احنا عندنا فهم كامل للمنطقة دي من خلال النسبية العامة. برضو هنشرح ده أكتر. بعد ما اتكلمنا عن أشهر أربع أفهام مغلوطة عن الانفجار العظيم، خلونا نسأل سؤال مهم: إيه هو الانفجار العظيم؟ هنتكلم في الحلقة دي عن الانفجار العظيم بشكل نظري بحت، بعيدا عن النتائج المعملية اللي ناقشنا منها أجزاء قبل كده في فيديو الكون في عمر الطفولة، أتمنى أنكم ترجعوا له، هتلاقوه تحت في وصف الفيديو ده، وكمان في الحلقات الجاية هنتكلم أكتر. طيب إيه النظرية بتقول إيه في نظرية الانفجار العظيم؟ بتقول إننا إذا قعدنا عقارب الزمن الخلف فإن الكون كان أصغر وفي درجات حرارة أعلى وإنه بيتمدد لمليارات السنين. عشان نفهم ده تعالوا كده نشوف مع بعض الشكل اللي على الشاشة. الكون بيتمدد زي ما قلنا، فإذا أخذنا إن الكون المنظور في منتصف السكيل أو المقياس اللي قدامنا على الشاشة
والأرض في منتصف أو في مركز الكون المنظور، فكل ما نرجع بالخلف، كل ما نبعد للخلف، هنلاقي إن الكون المنظور حجمه بيقل، حجم الكون المنظور بيقل، وممكن نضغطه لنقطة صغيرة جدا 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 في الحجم، لكن لسه مش صفر. الكون بيتمدد، فإذا عدنا بالخلف على محور الزمن ووضعنا الأرض والكون المنظور في مركز المقياس ده، هنلاقي إن كل ما رجعنا للخلف، كل ما بعدنا عن المركز، كل ما تم ضغط حجم الكون المنظور إلى حجم صغير جدا جدا جدا. ولكن لازم نلاحظ هنا إن هو مش صفر. كمان لازم نلاحظ إن الأرض هنا بالنسبة لنا بتعبر عن مركز الكون المنظور مش الكون بالكامل. وفي الحالة دي هنشوف إذا أمكن ضغط الكون المنظور إلى حجم صغير جدا جدا جدا، هنلاقي إن ده معناه إن الكون بالكامل قد يصل إلى حجم لا نهائي. الموضوع ده صعب جدا في الفهم وصعب جدا في التخيل، ولصعوبة ده في التخيل بنحاول دايما نفسره في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين قدامكم على الرسمة. ولكن ده بيطرح سؤال، وسؤال قلناه في المفاهيم المغلوطة في البداية: ليه كل نقطة في الكون يصلح أن تكون مركزا للكون المنظور؟ ببساطة ناخد رسمة تانية. الرسمة التانية دي عندنا محور سيني ومحور صادي، المركز بتاعهم هي النقطة س بتساوي صفر وصاد بتساوي صفر، نقطة المركز أو the origin. النقطة دي هي مركز المحاور. دلوقتي أي نقطة في الفضاء ده، الفضاء ثنائي الأبعاد ده، بتمثلها بنقطة على المحور السيني ونقطة على المحور الصادي. بالنسبة للما لا نهاية، لو قلنا إن الكون بتاعنا لا نهائي، فالنقطة س ونقطة ص لو قسمناهم على ما لا نهائي يبقوا صفر. فبالتالي أي نقطة في الفراغ ده، في الفراغ اللانهائي ده، في الكون اللانهائي ده بالنسبة للكون المنظور، تصلح أن تكون مركزا للكون المنظور. وهنا لازم نؤكد إن الانفجار العظيم هو تمدد للمكان وليس حركة للمادة في المكان. خلينا فاكرين ده كويس. اللي شرحناه ده كان هو الانفجار العظيم أو نظرية الانفجار العظيم. نظرية الانفجار العظيم تم وضع تعديل عليها. التعديل ده كان موضوع علشان يشرح بعض المفاهيم. أولها زي ما احنا عارفين إن الكون بتاعنا حاليا مسطح، أو النتائج المعملية بترجح بشكل كبير جدا ولكن لا تقطع إن الكون بتاعنا مسطح. تاني رجعوا حلقة فيديو الكون في عمر الطفولة واللي هتلاقوها تحت في وصف الفيديو ده. والسؤال هنا: إذا كان شكل الكون في البداية غير مسطح، إزاي نقدر نوصل بشكل غير مسطح في البداية كروي مثلا إلى شكل مسطح في الوقت الحالي؟ بالإضافة إلى كده عندنا سؤال تاني عن حجم الكون أو قطر الكون. إحنا عارفين إن الضوء بيسافر في الفراغ بسرعة ثابتة اللي هي 300,000 كيلومتر في الثانية. كمان إحنا عارفين إن عمر الكون بتاعنا حوالي 14 مليار سنة ضوئية، فبنتوقع هنا إن قطر الكون يكون مساوي لعمره بما إن الضوء بيمشي بنفس السرعة. ولكن التقديرات الحالية بتقول إن قطر الكون بتاعنا بيوصل لحوالي تقريبا 93 مليار سنة ضوئية. فالسؤال بيكون: إزاي نفهم أولا فكرة إن الكون في بدايته ما كانش مسطح، وكمان إن حجم الكون أكبر بكتير من المتوقع؟ العلماء بيعالجوا المشكلة دي بإضافة تعديل على النظرية الأصلية اللي احنا بنسميه التضخم أو الانفليشن. إيه هي نظرية التضخم؟ نظرية التضخم بتقول إن في كسر من الثانية، تقريبا 1/29,000 جزء من الثانية، تمدد الكون بسرعة كبيرة جدا، أعلى بكتير من سرعة الضوء. بعض الحسابات بتقدر إن التمدد كان حوالي 23,000 مرة، يعني الكون تضخم 23,000 مرة. تقدر تتخيل إن الكون اتنقل من حجم أصغر من البروتون الذي لا يرى بالعين المجردة إلى حجم البرتقالة. بعض الحسابات بتعطي أرقام مختلفة عن الأرقام دي، بس دقة الأرقام مش هي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. وبناء عليه سرعة التمدد دي ممكن تاخد أي شكل، سواء كان شكل منحني أو شكل مغلق زي الكورة وتحوله لشكل مسطح. كمان يغطي الفرق بين الحجم الكون، يعني التمدد ده، التمدد السريع الانفليشن ده، هيغطي الفرق في حجم الكون اللي احنا بنقيسه وحجم الكون المتوقع بناء على عمر الكون. ده كان على الانفجار العظيم والإضافة اللي تم إضافها على نظرية الانفجار العظيم اللي هي التضخم أو الانفليشن.
في بداية الحلقة قلنا كمان إن إحنا هنتكلم عن المتفردة أو السنجلاريتي، وهي فكرة إن المادة اللي موجودة في الكون بالكامل كانت موجودة ومضغوطة في نقطة واحدة بحجم صفر وكثافة لا نهائية. وزي ما قلنا الكلام ده غير صحيح. اللي ممكن نقوله هو إن الكون المرئي كان مضغوط في حجم صغير جدا جدا جدا، لكن مش صفر. وخلينا نقول كمان إن النسبية العامة ما بتشتغلش في المكان ده، قانون النسبية العامة بيكسر في المنطقة دي، وبنحتاج نظرية أخرى عشان تتكلم عن المرحلة دي من عمر الكون، وهي الكوانتم جرافيتي أو غيرها من النظريات اللي هنناقشهم في الحلقات الجاية. أخيرا، إيه ممكن يكون حصل قبل الانفجار العظيم؟ إجابة السؤال ده ببساطة ما نعرفش، ولكن هناك بعض الفرضيات اللي بتحاول تجاوب على السؤال ده، زي إن الكون تكون بسبب كون آخر كان عندنا سائل، والسائل ده فيه بعض النقاط المختلفة، والنقاط دي بتتصادم مع بعضها وتتشابك مع بعضها في فراغ متعدد الأكوان، وده ممكن نناقشه بعد كده بشكل مفصل. كمان إن الكون بتاعنا ده قد يكون كان في مرحلة ثبات طويلة جدا، كأن شخص ماسك سهم في قوس وبيحاول يرميه في لحظة الاستعداد دي كانت طويلة جدا، وده بيكون في موجود في ميكانيكا الكم باسم انطلاق الوتر. هنعمل حلقة نناقش فيها كل الفرضيات العلمية اللي بتتكلم عن بداية الكون، ومعظمها فرضيات رياضية. في نهاية حلقتنا خد أقول لك اتعلمنا ايه النهاردة. اتعلمنا ان في بداية الكون وعند الزمن صفر المعلومات اللي عندنا غير متوفرة، ولكن هي فرضيات نظرية بالأساس هنناقشها في الحلقات الجاية. اتعلمنا كمان ان مادة وطاقة الكون المنظور كانت موجودة في حيز وحجم صغير جدا جدا لكن مش صفر، وايضا بوضوح ما عندناش معرفة كاملة عن وقت البداية. بدأ الكون في التمدد ما نعرفش ليه، لكن نعرف ان بداية التمدد دي كانت بشكل سريع جدا 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 في المرحلة اللي بنسميها التضخم، واللي نقلت الكون من تقريبا حجم اقل من البروتون الى حجم البرتقالة. بعد كده في تقريبا حوالي 29 ألف جزء من الثانية، الطاقة اللي تسببت في التمدد أو في التضخم بدأت تضمحل، وبدأ الكون يتمدد بسرعة أقل. التمدد بعد مرحلة التضخم هو ده اللي بنسميه بالانفجار الكبير أو الانفجار العظيم، واللي نعرف عنه أنه كان في درجة حرارة عالية جدا، وأن الكون تمدد إلى أن قلت درجة حرارته دي وسمحت بتكون الجسيمات الأولية، بعد كده تكون الأنوية، الذرات، النجوم والمجرات، إلى أن وصلنا للوقت اللي احنا فيه. أخيرا، مفيش عالم بيحترم علمه هيقول إننا نفهم بالكامل وبكل التفاصيل عن لحظات بداية الكون. في الأخير ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو عجبكم الفيديو. سلام.